السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي تعرف ان الايميل ده مضروب او ان الموضوع ده نصب؟ في علامات، تمام، منها ان انت تدخل في التفاصيل، الشيطان يكمن في التفاصيل. فلو انت جيت هنا عند العلامة ديت، تمام، هتلاقي ان هو مظبطها، ان هو بعت من ايميل معين وشكله ايميل مضروب، مجرد كاتب اي حروف، بحيث ان هو عارف ان بعد فترة الناس كتير هتسجل ان ده سبام، فالايميل ده هيتلغي، تمام. والريبلاي تو مخليك ترد، لما اقول له ريبلاي هرد على ايميل اخر، تمام. وهنا تو سايبها فاضيه، هو مش باعت الايميل ده ليك انت بس، يعني مش باعتها لاحمد، لا ده باعتها للناس كلها بقى، يعني مستخدم برنامج يبعته ل1000 شخص، تمام. وحاطط الباقي، حاططهم كلهم في البي سي سي، واحنا عندنا تو وسي سي سي، سي سي غير وبي سي سي. بي سي سي دي نسخة محدش بيشوفها غير لما تجي لك انت، ما تعرفش تبعت لمين تاني. يعني لو انت بعت الايميل ده لموظف وحطيت المدير في البي سي سي، المدير مش هيعرف انت بعت لمين، تمام. فهو بيحط 1000 واحد مثلا في البي سي سي، وما حدش يعرف ان الايميل ده مبعوت للناس كلها. دي علامات تدل ان الايميل ده مضروب. ومنها ان انت لما تقرا الكلام مش موجه لشخص، مش محطوط اسمك، مش موجه في المجال بتاعك، مجرد كلام عابر، هو بيحاول يلتقط شخص ساذج. ساذج دي مش شتيمه، ساذج دي يعني كوميشن ساذج، اي ليس بها خطوط، ليس مبهرج، ليس ممرش بتجارب. لما بيرد عليه يقول له اهلا، فيعرف ان الشخص ده ممكن يبدا يستجيب، يقول له والله في فلوس عايز احولها، اديني رقم حسابك واحول لك فلوس وناخدها بالنص وقابلني في المكان الفلاني. يعني بيبدا يحتال عليه بحيث ان هو ينصب عليه. فنخلي بالنا مش اي ايميل، لما تلاقي ايميل زي كده على طول تقول لهم ريبورت سبام على اساس